ان شاء الله يكون فيها رئيس جديد ويكون حاجه لمليح البلاد، وهذه هي احنا ماذا بينا يكون اللي فيها الخير يجيبه ربي سبحانه. الثوره الشعبيه عندها حل، لازم يكون عندها حل. الثوره الشعبيه تروح الانتخابات، حل امثل الانتخابات، واللي راهو كونتر الانتخابات يعطينا الحل، يجوز ويعطينا الحل. هذا ما كانش انتخابات لازم يديروا عباد نزيهه، يديروا عباد لانتيك، عباد اللي حابينهم الشعب، ماشي عباد اللي حابينهم هما. يقدر يكون عندها مصداقيه الانتخابات هذه اذا كان تتبع فوريا باجراءات تهدئه، من بيناتهم اطلاق سراح كل المسجونين، الراي واقاله حكومه بدوي. هذا شيء باين شيء.